مساء الخير مشاهدينا ويا مرحبا بكم اليوم في حلقتنا المميزة من يوم الخميس. أكيد مثل ما عودناكم دائما راح يكون عندنا مواضيع وايد حلوة، ولكن بالبداية أكيد أمسي على ثامر. مساء الخير يا ندى ومساء الخير يا مشاهدينا، طبعا وين ما كنتوا تتابعونا. وأكيد اليوم يصادف يوم مميز في دولتنا الحبيبة الإمارات، واللي هو يوم الدولي للسلام. هذا اليوم اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من 21 سبتمبر، وكل عام راح نحتفل بهذا اليوم. أكيد لدولة الإمارات جميل. بصمة كبيرة في إحلال السلام وحل فتيل الأزمات وأيضا حل صراعات بين العالم، ويا رب إن شاء الله دائما يكون السلام على دول العالم كلها. السلام دائما أكيد يا ثامر، نتمنى هذا الشيء أن السلام يكون في جميع دول العالم. وأكيد السلام ممكن يكون مجتمعيا، ممكن يكون أيضا فرديا. والجميل أصلا دائما ندى أن الإمارات تكون سبب في هذا السلام. وإن شاء الله دائما ما نكون سبب في سلام الدول بين بعضها، وبإذن الله نفس ما قلنا سلام للجميع إن شاء الله بإذن الرحمن. لكن الموضوع الثاني إن شاء الله اللي بنتكلم عنه اليوم، طبعا مثل ما عودناكم دائما أن نحاول نتطرق إلى المواضيع المحلية وغيرها الكثير. اليوم رح نتكلم على خبر ولادة طفلة في الهند لديها 26 إصبع. اليوم بنتكلم عن أسباب التشوهات الخلقية عند الأطفال وحديثي الولادة وكيف ممكن نتجنبها، وأيضا شو هي أسبابها. نعم صحيح، طبعا بعض الأحيان تكون الأسباب يمكن مختلفة، لكن من ممكن أهم أسباب التشوهات الخلقية ممكن الزواج من الأقارب والأشياء الوراثية. الوراثية نعم. فمن ممكن هذا الشيء اللي يسبب تشوهات في الجسد، لكن في أسباب ثانية من ممكن أمراض معينة ولا أشعة معينة هي اللي تسبب هذه الأمور. نعم. لكن في عدة حالات حتى مختلفة راح نذكر لكم البعض منها خلال الحلقة. طبعا بالفقرة بنتعمق في الموضوع بشكل أكبر. لكن من حديثين الولادة نروح إلى كبار السن أو كبار المواطنين اللي دائما ما نحب أن نسلط الضوء عليهم وعلى احتياجاتهم، وأكيد انعكاس استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية والعقلية بشكل إيجابي، ونعرف إذا في سلبيات ممكن يتعرضون لها خلال استخدامهم للسوشيال ميديا. جميل، طبعا هذا الموضوع وايد حلو ثامر بالنسبة لي. ليش؟ لأن نحن عندنا وايد في العائلة كبار السن. فاليوم جالسين نشوف أنه وايد مهتمين بتليفوناتهم، خلينا نقول دائما على التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي ومتفاعلين. أكيد. فأنا أتوقع عنده نقاط إيجابية جميلة. وربما ممكن حلوة. لا ممكن هو في هذا الأشياء، لكن في النهاية أنهم عرفوا يستخدمونه وممكن يستخدمونه بشكل جميل صراحة. فأكيد لازم يكون لهم عالمهم الخاص في هذا الموضوع. ما نقدر نعزلهم من عالم الجديد صراحة. أكيد بالتأكيد ثامر. وأكيد اليوم الخميس إذن أكيد بيكون معانا الفقرة الفنية اللي بيشاركنا فيها زميلنا عبد العزيز ويخبرنا على آخر الأحداث والأخبار الفنية معاه. رح نشوف آخر الفيديوهات. أكيد آخر الفيديوهات اللي نزلت في السوشيال ميديا. تفضل. نعم تفضل يا ندى. طبعا يمكن الفيديو الأول مميز شوي، وممكن الناس تفاعلت معه بشكل كبير بسبب أنه يعني خذ صدى كبير، لأن الشخصيات اللي فيه كبيرة جدا يعني. والبداية مشاهدينا مع فيديو انتشر منذ ساعات للسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون والملكة البريطانية كاميلا خلال لعبهم لعبة البينج بونج على هامش زيارة الملكة والملك تشارلز لفرنسا. خلنا نشوف الفيديو. جميل جدا، العفوية جميلة اللي بينهم، ولا شك ان اللعبة بالذات جميلة ايضا. انا ما اعرف العبها صراحة، صعبة علي. انا اعرف. جميل. طبعا نروح مشاهدينا لخبر اثار جدل كبير في امريكا وهو وفاة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة في روضة اطفال بمدينة نيويورك بسبب جرعة زائدة من المخدرات وتحديدا الفيناتيل، كما نقل ثلاث أطفال آخرين إلى المستشفى بعد تعرضهم لنفس المخدر القوي في دار رعاية نهارية للأطفال في برونكس. ووجهت اتهامات بالتخطيط لتنفيذ جرائم مخدرات وقتل لشخصين على خلفية هذا الحادث. نعم صحيح يا ندى، ونحن نلاحظ كثير من الأمور اللي جالسة تصير في روضات الأطفال ورياض الأطفال اللي من الممكن أنها تؤدي بوفاة. نعم، شخصيات لطيفة، هم الملائكة الصغار صراحة. فصراحة أنا أتوقع أنه لازم يكون في إجراءات صارمة تمنع هذه الأشياء صراحة، خصوصا التعنيف اللي يصير في بعض رياض الأطفال. نعم
لابد من وجود التوعية الكافية بخصوص هذا الموضوع. نعم، وطبعا أكيد نروح الحين لخبر غريب من الهند تداوله الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو خبر ولادة طفلة ب26 أصبع. فهذه الطفلة حديثة الولادة، لديها 7 أصابع في كل يد و6 أصابع في كل قدم. وقال طبيب في المستشفى اللي ولدت فيه الطفلة أنه ليس هناك أي ضرر من أي نوع في وجود 26 إصبع، لكنه مرض وراثي، مؤكدا أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة تماما. ولكن طبعا هناك الكثير من العوامل اللي ممكن تؤدي لهذه التشوهات الخلقية. تفاصيل أكثر معك يا ندى. نعم يا ثامر، يعطيك العافية. أكيد بخبركم مشاهدينا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، لأن حالات مشابهة كثيرة حصلت وتحصل في العالم، نقدر نقول يمكن يوميا، وكثير سمعنا عن مثل هذه الحالات. والحين خليني أخبركم بعض من هذه الحالات اللي عن التشوهات الخلقية. فعندنا في جنوب أفريقيا تعاني طفلة من حالة مرضية نادرة للغاية، عمرها 4 سنوات، جعلتها تبدو أكبر في الشكل من والدتها البالغة من العمر 22 سنة. وكانت الطفلة ولدت بأيد مشوهة وجلد مجعد، ويعرف هذا المرض بمتلازمة الشيخوخة المبكرة. أما في أبريل الماضي شهدت مستشفى الشمولي العام جنوبي محافظة بابل وسط العراق ولادة طفل في حالة طبية نادرة الحدوث. وقال مسؤول العمليات الجراحية في المستشفى إن الطفل ولد بأسنان لبنية، ويعتبر ذلك من الحالات النادرة جدا. أما في أمريكا فطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، طولها أكثر من 187 سنتيمتر، بسبب إصابتها بمتلازمة نادرة تسبب فرط نمو العظام. وفي 3 من عمرها شخصت الفتاة بإصابتها بمتلازمة ويفر سميث، وهي حالة وراثية، ولكنها لم تفهم حقا ما كان يحدث حتى بلغها سن 7. طبعا هناك تفسيرات كثيرة مشاهدينا قد تكون طبيا وعلميا، ولكل هذه الحالات لازم نتعرف على تفاصيل أكثر مع ضيفنا اللي بيكون موجود معنا ومعك يا ثامر. أكيد طبعا أنا شدتني بعض الأشياء النادرة، ممكن طول البنت اللي كانت موجودة صراحة اللي نعم. إديسون يعني طول جدا هائل صراحة، فأنا 187 سنتيمتر جدا طويلة ما شاء الله. صحيح. تبارك الرحمن. ولكن خلينا نتكلم بشكل أكبر عن هالموضوع مع ضيفنا عبر تطبيق زوم الدكتورة رانيا زعيتر بالوكجي، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة. يا مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور. الله يعطيك العافية. طبعا مثل ما شفنا في التقرير اللي كانت تتكلم فيه ندى، بداية شو الأسباب للتشوهات الخلقية عند الأطفال؟ معظم التشوهات الخلقية بالأحرى نقول، لأنه من عملية الخلق هي نعم. ما بيكون معروف، بس في عنا دائما عوامل بيئية أو جينية بتزيد إمكانية حدوث هذه التشوهات. رح نعد شوي، أنتوا تفضلتوا وحكيتوا عن عدة أشياء رح نحكي عنها شوي بالتفصيل أكثر. قلتوا الأشعة، نحن دائما بنعرف إنه المرأة الحامل لازم تتجنب إنه تتعرض للأشعة، يعني وقت الطبيب بقرر إنه بدأ أشعة بده دائما يوزن المخاطر والفوائد لتعرض هالمرأة الحامل للأشعة. الأشعة اللي كانت الأشعة السينية أو أي مختلف نوع من الأشعة، يمكن حتى أشعة المطارات، نحن دائما نكتب ريبورت للمرأة الحامل إنه لازم يتجنب تمرق بالشانل الكنال بالمطار يلي بيرنوا فيه أشعة. الأسباب الثانية هي الأدوية. طبعا نحن بنعرف إنه المرأة الحامل بس بدها تاخذ دواء لازم دائما تستشير طبيبة، لأنه في كتير أدوية لها مخاطر ممكن تسبب تشوهات خلقية عند الجنين. وكمان بدنا الطبيب بده يقيس الفوائد من أخذ هالأدوية ومنافعها ضد مضارها. والأدوية مصنفة لعدة خانات، يعني في نسبة لأمانة أو خطرة لتتاخذ بفترات حمل أو اللي كانت آمنة بفترات الحمل. كمان الأسباب دائما الخارجية، في عنا الكحول، إذا الأم بتستهلك كحول بكميات عالية من أهم مسببات تشوه الخلقي كمان هو الكحول، ممكن يسبب طفل بوزن صغير أو قياس حجم الرأس ممكن يكون صغير،
ممكن لحاله يسبب مشاكل بتطور السلوك غير طبيعي، فرط الحركة عند الطفل بس يخلق، ممكن كمان يعمل عيوب بالوجه والأطراف. في عندنا كمان التدخين من أحد مسببات التشوه نعم الخلقي عند الأطفال، كمان ممكن يسبب صغر حجم الطفل المسيولة بيكون صغير وقياس الرأس صغير، كمان نعم ممكن يسبب مشاكل بالحمل بالولادة بحد ذاتها، يمكن الولادة المبكرة أو الإجهاض أو الإسقاط المتكرر. في عنا دائما لازم ما ننسى التغذية، الأم الحامل لازم يكون غذاء متكامل وبدها تاخذ فيتامينات، خاصة حامض الأسيد فوليك، لأنه ممكن نقص بالأسيد فوليك يسبب بنسميه النيورال تيوب ديفكت، يعني الانبوب العصبي، ممكن يصير مشاكل بالانبوب العصبي نعم يعني بنمو الدماغ والنخاع الشوكي وسلسله الظهر والاعصاب. نعم عندنا اكيد العوامل الجينيه مثل ما حكيته، زواج القربه كمان بدنا نحكي فيها بعدين. اذا حدا من الاهل ممكن يكون حامل مرض بس مش مبين عوارضه عنده، لانه دائما احنا بالاصباغ الجينيه عندنا دائما جوز واحد من الام وواحد من البي، نعم ممكن احد هالاهل يكون حامل نسخه فيها تشوه، وتلتقى هالنسخه مع نسخه الشريك ببينه بالجنين وممكن يعمل لنا تشوه خلقي عنده. نعم في عنا طبعا كمان الامراض يلي ممكن تكون عند المراه الحامل، في عنا نحكي فيها كمان بالتفصيل، وفي عنا الاصابات الفيروسيه اللي ممكن تلقط المراه الحامل بفتره الحمل، خاصه اذا كانت باول فصل من الحمل، مثل عنا الحميره او الروبيلا، عنا التوكسوبلازما يلي التقط من براز البسينات، عنا السيتوميجالوفيروس او الداء الخامس. هدول الفيروسات اذا لقطتهم الام ممكن ما تعمل عوارض عليهم وما تعرف انها لقطتهم، عشان هيك نعم بطلب من طبيب النسائي بيطلبوا فحوصات لهم باول الحمل ليتاكد اذا الام عندها مناعه عليهم او ما عندها مناعه، لتشوف كيف بدها تنتبه. نعم هدول بيسببوا بعدين مشاكل بالسمع، بنمو الاعصاب وبنمو الاعضاء عند نعم الاطفال. دكتورة، أكيد هيدي نبذة واضح سريعة عن الموضوع. لكن دكتورة، بالحديث عن الأم خلينا نتكلم كيف ممكن أن نكتشف أن ربما هذا المولود يكون عند بعض التشوهات. هل ممكن أن نكتشف هذا الشيء خلال مرحلة الحمل؟ وإذا نعم، في أي شهر بالضبط؟ طبعا فينا نكتشف، مش هيك بدها تتابع دائما المراه الحامل بطريقه روتينيه عند طبيب النسائي. مثل ما عم تفرجوا هون الايكوغرافي او الصور الصوتيه بتبلش دائما من اول اسابيع الحمل. في عندنا بالفيرست تريمستر يعني بالفصل الاول من الحمل في عندنا الصور الصوتيه المتابعه، في عندنا فحوصات دم ممكن تعملها المراه الحامل بهرموناتها، بتاكد اذا في كان في حال ارتفاع ممكن توجهنا صوب انه احتمال وجود تشوه خلقي معين. في عندنا فحوصات جديده كانت قبل نعتبرها اختياريه اسمه ان اي بي تي، هلا بهذا بنعمل فحص للمواد الصبغيه عند الطفل بس بدم الام. هلا تقريبا بلدان اوروبا وامريكا عم يتجهوا انه يعملوه اجباري باول ترامستر من الحمل، كمان بتدلنا فيكون فحص منه شوي موسع اكثر، بدلنا على الكروموزومات عند الطفل. نعم وبالفصل الترامستر الثاني يعني بعد الاسبوع الثاني كمان في صور صوتيه، فينا نروح على صور رباعيه الابعاد بتفرجينا الطفل وعم يتكون باعضائه اكثر، لانه الطبيب النسائي دائما في عنده اشياء معينه بيطلع عليها، بيطلع على سباكه المي ورا الرقبه، بيطلع على طول العظام عند الطفل، في اشاير بتدل انه ممكن يكون عندنا احتمال لتشوه خلقي. وفي نعم عندنا كمان فحوصات هرمونات عند المراه الحامل كمان بالفصل الثاني كمان بتدلنا على احتمال وجود مشاكل. هلا نعم في حال طلع احد هالاسباب، هل سكريننج يعني اللي عملوهم فحوصات الدم او الايكو في مجال للشك، او في عندنا عوامل بتخلي طبيب النسائي يكون عنده شك زائد، يعني عمر الام اكبر فوق ال 35 سنه او زواج قربه او حدا، او الام عندها اسقاط متكرر او اجهاض ما بتعرف شو السبب، او عندها ولاده فيها تشوهات، او احد الاقارب عندهم اطفال في عندهم تشوهات، يمكن بيضطروا يتوسعوا اكثر بالفحوصات.
في شيء بيعملوه من ماء الخلاص الأمنيوسانتيسز، بياخدوا خلايا من الخلاص بيفحصوهم ليتأكدوا إنه الطفل مش حامل أي مشاكل. يعني في كثير فحوصات فيهم يتابعوها في حال كان وجود الشك عالي إنه باحتمال حدوث تشوهات. واضح. نعم. طبعاً أنت تكلمتي عن الفحوصات ما قبل الزواج، طبعاً الفحوصات هذه تكشف فقط الأمراض، وشو الأمراض اللي ممكن الأم تعاني منها خلال فترة الحمل واللي ممكن تسبب تشوهات خلقية لجنين للجنين فترة تكوينه؟ هلا كنت عم تفضلت قلت عن فحوصات ما قبل الزواج، الفحوصات الروتينية ما بتكشف الأمراض والتشوهات الخلقية، بتكشف احتمال وجود تلاسيميا إذا الزواج قربة، أو فقر الدم المنجلي، أو حدا من الأهل يكون حامل فيروس نقص المناعة متأثر بالـ HIV أو الهيباتيتس. في حال كان عندنا سبب ليكون في تشوه والشخصين بدهم يتزوجوا مثلا بيقربوا بعضهم، في مشاكل عند أطفال بهالعائلة بدهم يروحوا يعملوا جينيتيك كونسلنج أو الاستشارة الجينية، يعني بده الطبيب بده يقعد يحكي معهم ويشوف شجرة العائلة مزبوط ويتأكد من احتمال حدوث تشوهات أو أمراض. يمكن يطلب للبي والأم فحوصات الكروموزومات للمواد الصبية عندهم، أو يطلب لهم فحوصات للدي إن إيه للجينز، وإذا شاكين بنوع مرض معين يطلب سبيسيفيكلي يطلب السيكونسينج، يعني بيعملوا خريطة جينية للأم وللأب بيشوفوا احتمال وجود مشاكل بعدين بيقدروا يتجنبوها من خلال تزاوج هالصبغات الكروموزومات. نعم. هلا السؤال الثاني عم تسألني شو كنت بس أسألك عن الأمراض اللي ممكن تعاني منها الأم في فترة نعم. الحمل وممكن تسبب التشوهات. نعم حكينا إنه الفيروسات ممكن تلقاها اللي هن السيتوميجالوفيروس أو الحميرة أو التوكسوبلازما، بس في عندها أمراض خصوصا الأمراض غدة الصماء، يعني مثل السكري إذا ما كان كنترولد، إذا ما كان يعني معالجينه، الغدد الدرقية في حال عم تفرز زيادة أو عم تفرز ناقص، عدة أمراض بالغدد. في عندنا كمان اللوبوس ممكن يسبب مشاكل عند الأجنة. في عندنا داء الصرع، إذا الأدوية اللي بتعطى لداء الصرع دائما هالأمراض بدهم يخلوا طبيب يكون عنده عين يقظة على احتمال إنه يكون عندنا مشاكل بالجنين. نعم واضح دكتورة رانيا. خلينا نتكلم عن موضوع آخر، أن في أمراض نادرة ممكن أنها تصيب الأطفال عند الولادة ولكن قد لا تكون في شكله. اليوم مع التقدم الطبي أصبح هناك يمكن فحوصات تقدر تكشف الكشف المبكر عن هذا الشيء. شو هي أهم هذه الفحوصات اللي تقدر تكشف الأمراض اللي تصيب الأطفال؟ نعم، في شيء دائماً بنطلبه اسمه نيونات سكرين أو التحري، الفحوصات التحري عند حديثي الولادة. هاي الفحوصات بناخدها بعد ما يخلق الطفل تقريباً 24 ساعة، يعني بده يكون أكل وتحرك الجهاز الهضمي عنده، لأنه هدول الفحوصات الدم بناخدهم من الدم الطفل بتفرجينا في أمراض ما بتعطينا أشير أنه الطفل عنده يكون مشاكل، إنما بالفعل بس يكبر رح يكون عنده مشاكل بنسميهم أمراض استقلابية، يعني وهدول كتير خطرين، ممكن يعملوا له تشوه، ممكن يعملوا له بعدين تأخر بالنمو العقلي والفكري والجسدي والحس الحركي. هدول الأمراض فينا نكشفهم عن بكير ويتعالجوا بتعديل نمط الغذائي عند الطفل. فينا كمان بنسمي الميتابوليك ديزيزز، فينا نكتشف كمان أمراض الغدة الدرقية عند الأطفال بهذا الفحص النيونيتال سكرين، لانه اذا اكتشفناه بكير انه عنده نقص طفل بالثايرويد هرمون بنقدر نعالجه ونتجنب انه الطفل يصير عنده اعاقه عقليه وجسديه بعدين. ممكن كمان نكتشف للسمع، بدنا نعمل تخطيط سمع، لانه ممكن اذا الام لقطه فيروس ضمن فتره الحمل ومش عارفين ممكن تاثر له على سمعه ويصير عنده الطفل اصابه بالطرش وتاثر له بعدين على كل نموه وعلى حكيه. نعم طبعا جميل. طبعا دكتورة، مع التقدم العلمي الكبير في جراحة الأطفال اليوم أصبح من الممكن إجراء عمليات للطفل وهو بداخل رحم الأم أو عن طريق يمكن الروبوتات لتفادي أي تشوهات خلقية للطفل. شو العمليات اللي ممكن يسوونها الدكاترة للأطفال قبل لا ينولدون؟ مزبوط، طبعا هو تقدم بالطب وكل فترة عم نسمع دائما بنوع عملية جديد.
في كان بالتنظير او بالروبوت او بالعمليه الجراحيه المفتوحه، يعني ايام بيفتحوا البطن بيطلعوا الرحم لبرا بقصوا بيعدلوا بالطفل. احدى العمليات هي سباينا بيفيدا، يلي هي بيكون سلسله الظهر مشقوقه الظهر والنخاع الشوكي بيطلع لبرا، سو هي بيسكروها اجمالا بتكون مفتوحه لانه بتاثر بعدين على المشي عند الطفل وعلى كيف بده يتحكم بالتبول بعدين. اذا تعدلت بقلب البطن بتخفف كثير احتمال التشوه لبس يكبر. كمان احدى المشاكل اللي بيقدروا يعالجوها اذا في عندنا فتق بالحاجز الحجاب الحاجز، يعني الدايفراغ يلي هو العضله اللي بتفصل الرئتين عن البطن عن الامعاء. نعم. في حالات بيكون في فتق بهذا الحاجز بنلاقي الكبد او الامعاء طالع قاعد بالرئتين، سو الرئتين ما بيكبروا بيضلوا صغار، بيخلق الطفل ما بيقدر يتنفس وبده كتير وقت اذا ضل عايش طبعا حسب قديش خطره هالفتق، بضل كتير وقت ليكبروا الرئتين، سو بتدخلوا جراحيا وبسكروه لحتى تقدر الرويه ممكن يسكروا التريك يعني القصب الهوائيه ليخلوا الرئتين يكبروا. في حالات اورام بالدماغ كمان قدروا جراحيا يشيلوها ليخلوا الدماغ يكبر وياخذ محله. وطبعا في عنا ايام بيكون الطفل عنده نقص فقر دم لاحد لسبب من الاسباب بيقدروا يعطوا ترانسفيوجن او نقل دم ضمن على الرحم على الامبليكس، يعني على ما بعرف الامبليكس بالعربي. نعم. أنا كثير عم بحاول أحكيهم بالعربي. لا تفاعل عادي عادي. واضح دكتورة تفضلي. قبل خلص الأمبليكس. جميل. يعني كل مرة عم نتعلم دايماً عم يكون في تقنيات جديدة، أيام أورام كمان على الظهر في يشيلون أو أمرار عم بتخلي عم تمنع إنه نمو عضو من الأعضاء كمان عم بيقدر يستأصلوها جراحياً هو والطفل بقلب البطن لحتى بعدين ما يأثر على نموه بس يكبر. بيقدروا يعني بيقدروا يتجنبوا ردة الفعل او السايد افكت من هو الطفل بعد البطن. نعم. جميل. دكتورة خلينا نتكلم على شق آخر بالنسبة للإصابة بالتشوهات الخلقية والأمراض النادرة، هل لها علاقة بالموقع الجغرافي او يمكن حتى التغير المناخي اللي جالسين نشوفه مؤخرا؟ هلا الموقع الجغرافي بياخذنا لعدة فروع، فينا نحكي عن السوسيو ايكونوميك يعني عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأهل، يعني بدنا نحكي موقع جغرافي عم نحكي بركي بمناطق فقيرة يعني الغذاء مش مضبوط، مناطق فيها تلوث اللي كان بمياه الصرف الصحي، ممكن بأشعة يمكن بمناطق ما كان في أشعة، وكنا نحكي بتشيرنوبل كثير في أطفال خلقوا عندهم تشوه خلقي. يعني الموقع الجغرافي بيخدنا لعدة أسباب ضمنهم الفقر قلنا والتعرض للبيئة وللأثر البيئي والأثر السموم يعني اللي بيكون بالأجبال. التغير المناخي ممكن بيخدنا على الاحتباس الحراري بركي على ارتفاع حرارة الأرض وبالتالي الشوب الزيادة عن اللزوم وبالتالي ارتفاع حرارة الأم. نحن بنعرف انه دائما المرأة الحامل ما في مش محطوطة على حرارتها لانه الابحاث وجدت انه اذا الام بتعمل ارتفاع بالحرارة وقت طويل او بتكون عايشة بحرارة عالية زادت الامراض التشوهات الخلقية وخاصة النيورال تيوب ديفكت اللي هي قلنا عيوب الانبوب العصبي مثل تشوه بدماغ او بكل او بالاعصاب او بالنخاع الشوكي. جميل. طبعا دكتورة ممكن نحتاج منك نصائح للأمهات وخلنا نتكلم كيف يقدرون يتفادون كل هذه المشاكل وبإذن الله يتمتعون بولادة طبيعية جميلة لطفل بعيد عن التشوهات. مثل ما حكينا الأم الحامل بدها تتابع بطريقة روتينية عن طبيبة، لا بدها تبلش قبل من هي أو قبل ما تتزوج، بدنا نجرب نتجنب زواج القربة قد ما فينا لأنه كتير عنده مشاكل. نعم. إن كان ولد فينا إذا في مشاكل بالعائلة ما حكينا بدهم يروحوا يعملوا جينيتك كونسلينج استشارة جينية في حال كان في ريسك عالي لإصابة بتشوهات. بالحمل بدك تتابع طريقة روتينية عند طبيبة يلي بتعمل لك الفحوصات اللازمة. ثاني شيء بدك تتغذى بطريقة مضبوطة، بدها تتجنب الكحول، بدها تتجنب الدخان، بدها تتجنب الستريس كمان والتعصيب والمود سوينجز يعني انه ما كثير تزعل كمان. نعم. ممكن
مزبوط، ممكن يأثر على نمو الطفل عندها، وأخذ الأدوية بدها تستشير طبيبة قبل ما تاخذ أي دواء تاني، نعم وتتجنب بدها تعرف عندها مناعة تتجنب تاكل الأكل الناي. هدول كل أطباء نساء بيعطون نصائح انه نعم ينتبهوا من الاكل الناي، من الحيوانات، الغسيل يكون مع الخضره تكون معقمه مزبوط، والاكل يكون مطبوخ مزبوط. جنراليتيز. وطبعا بس يخلق الطفل بده ينعمل له نيلات سكرين، طبيب الاطفال بده يشوفه، بده يفحصه، يتاكد انه شكليا مش مبين عنه شيء، وداخليا هدول الفحوصات من اللي بينعملوا. جميل جدا. جميل. طبعا كل الشكر لك الدكتورة رانيا زعيتر بالوكجي، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، على هذه المعلومات القيمة. شكرا لك دكتورة، أهلا، يعطيك العافية. يعطيك العافية. جميل. طبعا لا نعم شك ان الام ان لازم تهتم بصحتها من قبل الحمل وفي فتره الحمل وما بعد أكيد الولاده ايضا. طبعا يا ثامر، بما اننا نتكلم عن الامراض النادره، نروح لتقرير من اعداد زميلنا ياسين، يتحدث فيه عن اضطراب بيكا اللي يصنف ضمن اضطرابات التغذيه والاكل. شو هذا الاضطراب؟ خلونا نشوف. هذا الرجل يتلذذ باكل الحجاره، السيدة ترتوي بشرب الوقود، وهذه السيدة أيضا لا تستطيع النوم إلا بعد أكلها لمعطر الجسم. والكثير من الحالات المشابهة لناس يأكلون أشياء غريبة وسامة، ولكن ما هو السبب؟ بكاري بابا رجل هندي عمره 30 سنة يدمن على أكل الحجارة، فهو يطحنها بأسنانه ثم يبتلعها. وبالنسبة له فهذه الوجبة ألذ من الدجاج المشوي. يتناول بكاري 3 كيلوغرام من الطوب أسبوعياً دون مواجهة أي مشكلة صحية في ذلك. الفتاة شالون التي اعترفت أنها مدمنة على شرب البنزين منذ سنوات، وتقول أن شرب 5 جالونات من البنزين أسبوعياً يجعلها تشعر بحالة جيدة. وعلى الجانب الآخر لدينا إيفلين، والتي تدمن على شرب سائل معطر الجو، فتتناول أسبوعياً أكثر من 20 علبة معطر جو. كل هذه القصص سببها اضطراب نفسي قهري يدعى بيكا، يؤدي لزيادة الشهية للمواد الضارة تحديداً، وهو شائع لدى الأطفال وذوي الإعاقات والنساء الحوامل بشكل مؤقت. قد يمتد هذا الاضطراب لسنوات إذا لم تتم معالجته فوراً، ويجعل المريض يعشق المواد الكيميائية الضارة. ويمكن علاج هذا الاضطراب عن طريق المعالجة السلوكية النفسية. والآن أخبرونا، هل سمعتم عن هذا الاضطراب النفسي من قبل أو لا؟ طبعا تقرير فيه معلومات كثيرة نعم. وغريبة صراحة. أنا كنت حالات أعرف جدا غريبة، ربما نحن هو ما نعرف إذا هي إحنا شفناها في حياتنا ولا لا، لأن الاضطراب جدا غريب. ولكن أنا سمعت عن شيء ثاني، هو قال إن في شخص يأكل الصخر. نعم. أنا بعد سمعت إن كان في أشخاص أيضا عندهم تقريبا نفس الاضطراب، بس كانوا يأكلون طبشور. هذا طبشور حق الايام قبل ايام قبل يجيبون الاقلام. والله انا سمعت ان في ناس تحب، يعني انا في حرمه سمعت عنها انها كانت تاكل الفحم اللي او الحجر اللي داخل التنور اللي نعم. يسوون فيه الذبائح. انا اعرف الناس يحبون ياكلون الاكل المحروق. ايوه، شفت يوم يتم اللي تحت. لا هذه اتوقع في كثير ناس صراحه الحكاكه عاديه، بس ان رمل وحجر شوي الموضوع شوي غريب، لكن نعم. نقول عسى ان شاء الله رب العالمين ما يضرهم، واذا كان له فائده بياخذونه عادي. نعم. من النهايه هو اضطراب اكيد ممكن يصيب نعم. بعض الاشخاص اكيد. ولكن الحين ثامر، فاصل وراجعين.
يا مساء الخير مشاهدينا من جديد. نروح الحين لأهم الفعاليات والنشاطات دولتنا الحبيبة الإمارات، ونتكلم الحين عن منصة صناعة، المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة، التي أطلقت منذ فترة الدليل الذكي للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات. أكيد يا ندى، وهذا الدليل هو دليل صديق للبيئة، يحتوي على معلومات شاملة عن المنتجات لتسهيل الوصول إليها، كما يدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم المحلية على نطاق أوسع، ويساعدهم في كسب ثقة المستهلكين بجودة المنتجات المحلية. طبعا تفاصيل أكثر عن هذا الدليل وضيفنا المهندس العبد بن دومان العامري، نائب رئيس مجلس إدارة منصة صناعة. يا مرحبا فيك. مساء الخير. مرحبا، مساك الله بالنور. طبعا في البداية لو تعطينا لمحة عن صناعة والدليل الذي الذكي الموحد للمنتجات الإماراتية. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين خلف الشاشات. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. نحن نعمل في صناعة لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله. حفظ الله. وانسياما مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واستراتيجية أبو ظبي الصناعية. ومنصة صناعة هي منصة موحدة ومتكاملة لدعم الصناعات الوطنية باستخدام أفضل التقنيات بما في ذلك الذكاء الصناعي. نعم. ونعمل في صناعة لأهداف سامية للمساهمة في الاقتصاد الوطني، ومن أهدافنا التعريف والترويج للمنتجات المحلية بطرق مبتكرة والمساهمة في رقمنة السوق الصناعي، ويا العمل على الدليل الذكي للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة للمساهمة في تحقيق الهدف. وتم إصدار الدليل على ضوء دراسات وأولوية يحتاجها المصنعون والشركات التي تغطي الفراغ بينهم. جميل. نعم. جميل. ويحتوي على معلومات شاملة عن المنتجات لتسهيل الوصول إليها مع إمكانية تحديثها بشكل مباشر. نعم. كما يدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم المحلية على نطاق أوسع. وسوف يساعد الدليل الذكي في كسب ثقة المستهلكين بجودة المنتجات المحلية. جميل. مع إمكانية إصدار دليل بالمصنع أو المزرعة أو إصدار دليل موحد لجميع الصناعات والإنتاج حسب الحاجة. جميل. نعم. وهذا نعمل عليه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة، لأنهم هم من يدعم أصدار الدليل للمساهمة في رقم السوق الصناعي في الدولة. جميل جدا. نعم جميل. والدليل نعم. والدليل اسمحوا لي يعني. تفضل خذ راحتك. والدليل الذكي يعتبر وسيلة مهمة لدعم يهود الاستدامة بتقليل عملية الطباعة والاكتفاء بالنسخ الإلكتروني بدلا من طباعتها، كما سيتم ترويج للمنتجات المستدامة مما يعزز الوعي بأهمية الاستدامة والتوجه للمنتجات الصديقة للبيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. جميل. تزامنا مع استضافة الدولة للمؤتمر الأطراف كوب 28. نعم. جميل. جميل. نعم. أستاذ، ما علاقة الدليل الذكي بالحفاظ على البيئة، وخاصة أن حضرتك ذكرت مؤتمر الأطراف كوب 28؟ سؤال مهم جدا وذكي جزاه الله خير. مثل ما ذكرنا سابقا، هو يقلل المطبوعات ويعلها نسبة 0%، أي 0%، وهنا تقل النفايات مما يساهم في الحفاظ على البيئة. كذلك المطبوعات تحتاج إلى نقل ومواصلات وطباعة، أيضا كذلك تحتاج إلى نقل. أما الدليل فلا يحتاج إلى النقل والمواصلات، وهذا من العوامل المؤثرة في البيئة. جميل جدا. جميل جدا. هي تخفف من الانبعاثات الكربونية. نعم. وهذا شيء جميل. نعم. جدا. أنت يعني عندك شيء إلكتروني يرسل إلكتروني. نعم. مباشرة. جميل. وليس جدا. محتاج إلى أي مساعدات ثانية أو أي عوامل مساعدة لتأثير البيئة. نعم. جميل جدا. طبعا شو أهمية الدليل الذكي في دعم المنتجات المحلية؟ طبعا الدليل مثل ما ذكرنا سابقا جاء بناء على احتياجات ملحة في السوق الصناعي. نعم.
وأهميتها كبيرة جدا، حيث يساهم في انتشار المنتجات ويساعد المصنعين في إصدار دليل ذكي خاص بهم في ثواني معدودة، مما يحقق رقبة الشركات الكبرى في التعرف على المنتجات للمصانع مع تحديثها بشكل مباشر. نعم. أظني واضح هذا. نعم. نعم. جداً. بالفعل. أستاذ، شو هي أهمية الشركات في تطوير القطاع الصناعي في الدولة، وشو تقصدون برقمنة السوق؟ كويس جداً. سؤال بديهي وممتاز. هذه الشراكات تخلق التكامل والتعاون بين الشركات والجهات الحكومية للعمل على رقم السوق الصناعي بالدولة، والتي تساهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة بجميع وسائلها للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق الأهداف المنشودة. وأساس الرقمنة هو إدراج جميع المنتجات الوطنية في السوق الإماراتي جميعها الثقيلة والخفيفة في مرجع إلكتروني موحد للعمل على تسريع انتشارها وتسهيل الوصول إليها من جميع أنحاء المعمورة. جميل جدا. طبعا بحكم خبرتك في هذا المجال، لو تكرمنا بكلمة أخيرة منك عن هذا الدليل وعن فائدته. أولا أشكركم باسمي شخصيا، أشكر قناة البخرة باسمي وباسم رئيس مجلس الإدارة في وجميع مهندسين منصة وموظفيها الوطنية على مثل هذا البرنامج الهادف لدعم المنتجات الإماراتية إيمانا بدور الإعلام المرئي والمسموع الهادف لخدمة الاقتصاد الوطني في دولتنا الحبيبة. والدليل كما تعرفون ذكرنا فوائده في البرنامج السابق. تستحقون. تستحقون. يعطيك ألف عافية وشكرا لك على هذه المداخلة الأستاذ المهندس العبد بن دومان العامري، نائب رئيس مجلس إدارة منصة صناعة. شكرا لك والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك. حياكم الله. كل التوفيق لك. جميل الصراحة، أنا وايد حبيت بما يخص هذا الدليل إنه يقدر يساهم في مساعدة المستهلك وأيضا اللي يقدم السلع. وجميل إنه أيضا يعني قاعدين يمشون على أهداف كوب 28، وهذا شيء جدا رائع صراحة. طبعا هم يخدمون كثير من الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منها دعم الصناعات المحلية وأيضا دعم المستهلك اللي يحتاج إنه يحافظ على، أو خلنا نقول يحافظ على الثقة بينه وبين هذه المصانع. بتكوين هذا الدليل راح يكون في اكسروا حاجز الثقة هذا اللي ممكن يكون عائق بين أي شخص ممكن يتعامل مع أي مصنع. ونقول عسى الله يوفقهم إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله كل التوفيق لهم. أكيد نتمنى هذا الشيء، ولكن حاليا مشاهدينا بنطلع فاصل ومن بعدها مكملين وياكم. أكيد. ردنا لكم من جديد مشاهدينا. طبعا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد حكرا على جيل الشباب ولا الأطفال من فترة طويلة، فحتى كبار السن أصبحوا اليوم يلجؤون إلى استخدام السوشيال ميديا، وصار عندهم صفحات على فيسبوك وإنستغرام وحتى تيك توك وغيرها. يا ندى. بالفعل ثامر، غيرها الكثير، حتى أن في دراسات كثيرة أشارت إلى أهمية استخدام كبار السن لهذه المواقع، حيث قالت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يستخدمون الإنترنت بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم. ودراسة أخرى قالت أن تدريب كبار السن على استخدام الشبكات الاجتماعية يحسن من قدراتهم المعرفية. طبعا عن هذا الحديث نتحدث ويا ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ياسمين الخالدي، استشاري نفسي وتربوية. مرحبا بك. حياة الله. أهلا وسهلا بك. أهلا نورتينا دكتورة. نوركم نورعينكم. حياة الله. حيث. طبعا اليوم ياسمين نتكلم عن استخدام كبار السن لمواقع التواصل الاجتماعي، وأنا مؤخرا قرأت موضوع أن مواقع التواصل الاجتماعي ربما هي تستخدم ككتف لكبار السن، تساندهم في حياتهم. فما مدى صحة هذا الكلام وش علاقته في الموضوع؟ أول شيء شكرا على الاستضافة وسعيدة بشوفتكم وجودكم. الله يسلمك. الله يخليكم. إحنا نعرف أنه السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. نعم.
في السلبي وفي الإيجابي. متى يكون سلبي ومتى يكون إيجابي؟ لما إحنا نفرط في استخدام السوشيال ميديا سواء كبار المواطنين أو المراهقين أو الأطفال، فهنا رح يكون عندنا أعراض جانبية كالقلق والاكتئاب والسهر وعدم النوم وإلى آخره، ومن ثم الإدمان على هذه الأمور، وبالتالي الشخص يكون يدخل في مرحلة العناد والعدوانية والانعزالية والإحباط وإلى آخره. كذلك كبير السن عندما يكون هي من ناحية الإيجابية أنه تكون العوض عن أصدقاء أو عن أولاده اللي هم في الغربة وأحفاد اللي هم بعيدين عنه سواء بلد آخر سواء في إمارة أخرى، مثلا كان المفروض ينزلون يشوفوا ولكن كانت لظروف العمل ولظروف الطريق وإلى آخره والأولاد والمدارس، فيكتفي أنه بالسوشيال ميديا التواصل معهم والسؤال عنهم والسؤال عنه وبعث الرسائل والمسجات وصور الأولاد والأحفاد. أيضا اشتراك هذا الكبير السن خصوصا مرحلة ما بعد التقاعد هنا هو أعطى وأدى دوره كامل بكامل أدواره في الوظيفة والحياة العملية والاجتماعية، لكن ما بعد التقاعد هناك رح يكون عنده مجال كبير وفسحة من الوقت، فكيف هذا يقضيها؟ تعرف أنت الأولاد والبنات كلهم في بيوتهم في وظائفهم في الحياة اليومية، ويوم عن يوم تزيد نقول يعني إحنا الضغوطات والالتزامات، فهنا رح يلجأ وين؟ هيكون عنده مساحة اجتماعية أنه عنده يفوت في مجموعات من ضمن نفس فئة العمرية فيتواصل مع أصدقاء مع معارفة مع أصدقاء سواء في داخل الدولة أو في الخارج ويتبادل الرسائل والمعلومات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فهذا يعزز عنده شو؟ يعزز عنده من الثقة بالنفس وأنه هو أنا موجود أنا أشارك إذن أنا موجود. جميل. فهي هاي المعنى النقاط المهمة. نعم صحيح. طبعا بحكم خبرتك الكبيرة في هذه المجال هذا المجال وأيضا بحكم أهمية كبار المواطنين والكبار اللي موجودين عندنا واللي يعتبرون بركة البيت طبعا شو الأشياء أو خلنا نقول شو الفوائد اللي يجنيها كبار المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حياته اليومية؟ توثيق العلاقات، تمتين وتوثيق وتعزيز العلاقات مع الأقارب مع الأسرة مع أولاد البعيدين مثلا مع أحفاده، قدرته على المواصلة والمداومة مع المجتمع. نعم. أنه موجود في ساحة الحياة موجود. نعم. وفعال، هذا يولد عند الشعور بالثقة بالاعتزاز بنفسه بالثقة بأنه أنا موجود بأنه أنا مرغوب، فهذا كله وبعدين أنه يقدر أنه كان في فترة حياته هو مشغول بالعمل. نعم. وبالمسؤوليات وكانوا الأولاد صغار، الآن فترة التقاعد أنا أقول فترة البداية بصراحة، يعني حتى في دوراتي لكبار السن وكبيرات السن دائما أقولهم يقولوا خلاص إحنا دكتورة تعبنا وأدينا اللي علينا ووصلنا نبي نرتاح، قلتهم لا أنتوا خلصتوا وخدمتوا الحياة العملية حياة. نعم. الالتزامات والعمل، الحين أنتوا سكرتوا صفحة، الحين تفتحون سجل صفحة جديد، بدايات جديدة، ملف جديد. حلو. ملف من العطاءات، ملف من الإنجازات، ملف من المشاركات المجتمعية اللي ما تسنى في قبل أيام ما كنتوا في الدوام الوقت أن تشاركون، العطاء الإنساني، العطاء الفكري عن طريق الاشتراك بالمجالس الشعبية، تعليم السنع الإماراتي السنع الشعبي، أيضا زرع المواطنة الصالحة بالأحفاد. نعم. والجلوس معهم وأيضا تبادل القصص عن كيف الأوليين كيف كانوا يتصرفون كيف عاشوا، أيضا التكلم عن قصص وعبر الصالحين وعن مآثر شيوخنا وحكامنا ربي يحفظهم عن. نعم. والدنا الكبير الشيخ زايد رحمة الله عليه. طيب الله. عن مآثره وكيف كان فارس وكيف كان إلى كيف علمنا وكيف صنع هالدولة هاي العظيمة، هذه كلها من وين يستقوا الأبناء؟ من وين؟ من الأجداد. أكيد. فهذا كل الوقت يستثمر في نفسه وفي الآخرين، وأيضا مشاركته في المجالس مع كبار المواطن، أيضا عندنا جمعية عريقة في هذا ولها باع في المجتمع، جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين. صحيح. فأنا عضوة فيها وأتشرف، فهذا كل نجمعهم شهريا في اجتماعات المشاركة كبير كبار المواطنين في جلسات شعرية في قصص في احتفالات الوطنية، هذا تشوفه يعني يطلع بهجة. فأنا دائما أقول كبير السن هو شعلة
الثقافة وهو نعم. شعلة صحيح. العلم وهو شعلة الريادة، هو لا ينطفئ، هو دائما في توجه وفي توهج كامل، ودائما يشئ بأشعته وبنوره وبدفئه على نعم. كل اللي حوله. فإحنا دائما مو نمسك خلاص تقاعد نمسك المخدة ونرقد مثل ما يقولون، لا، إحنا هنا نفتح عطاءات ونفتح دروب وطرق جديدة للعطاء. جميل جدا أستاذة دكتورة. زين نبى نتكلم شوي الحين على التحديات اللي ممكن يواجهونها كبار السن يوم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. شوفي، هي أساس الحياة في كل شيء في حياتنا التوازن. نعم. التوازن في علاقاتنا، التوازن في مشاعرنا، التوازن في تقديرنا للآخرين، التوازن في مشاركتنا في الأشياء المجتمعية. الإنسان يوم يتوازن ما يحصل عنده مشاكل. نعم. كذلك في استخدامنا في مواقع التواصل الاجتماعي، متى استخدمناها الاستخدام الأمثل في الوقت المناسب في المكان المناسب بتوازن وليس بإفراط. في كل شيء موقع أنه ممكن أنه إحنا يفيدنا، وبالتالي نستفاد ونفيد الآخرين. كبير السن أيضا يتطلع مثلا على أخبار العالم، أخبار الاجتماعية، أخبار البلد، أخبار السياسية الاقتصادية، أخبار العالم الجديد. نعم. هو في عالم وأصبح في عالم جديد، والعالم يوم عن يوم ده يتطور. نعم صحيح. فهذا كله هو جالس في مكانه ويسمع أخبار في مثلا أقصى الكرة الأرضية في نعم. أوروبا وفي هذا، فهذا كله يمتع. لكن إحنا هذا لا يمنع أنه يكون هناك علاقة ترابط. احنا نعرف انه الكبير السن وبعد التقاعد شويه تكثر عنده او تعلى عنده رينج الحساسيه الشعوريه. نعم. وبالتالي الحساسيه الانفعاليه. فهنا احنا لازم نحط بنظر الاعتبار اللي يمر بها، يعني وين كان في الوظيفه، كان حوله اصدقاء او مجال نعم. عمل، ومحور الاهتمام بعد التقاعد شو صار. هذا الموضوع جدا مهم. نعم. ونقطه محوريه. فاني دائما يعني اكون اخلق الوقت مع كبير السن، اتكلم معه، اشارك في احاديثنا. هو عنصر مهم، نحن ناخذ النصائح منه في سفرات، في جلسات، في نزهات، في زياره العوائل، صله الارحام. كبير السن هو الركيزه الاساسيه في، والبركه، بركه أكيد. البيت، وبالتالي هو بركه الوطن. بالفعل. صح ولا لا؟ فهذا ما راح يشعر انه في فراغ حتى، وبالتالي ما راح ينكب الانكباب على مواقع التواصل. صح ولا لا؟ لان ما في ثغره نفسيه ولا في ثغره عاطفيه. ليش؟ لانه الاولاد والاحفاد خلص مأدين واجبهم تجاهه، موجودين معه. صح ولا لا؟ مباركي وجالسين معه ويتحدثون معه وشاعرين بقيمته. فمن راح يجي هو يمسك مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع، يعني ليس بإسهاب وإنما بتوازن. جميل. يشوف الأخبار، يشوف أخبار أصدقائه، يشوف المغتربين، يشوف شو صار في الدنيا، الطقس. نعم. الأشياء، يسمع الأشياء الدينية، السياسية، الاقتصادية، يتشارك بآرائه، يتشارك بأفكاره، يتشارك، لكن بتوازن. نعم. ليش؟ عند الجانب النفسي والعاطفي مليان مشبع. يوم هاي الكفة الجانب النفسي والعاطفي تنزل، فهنا استحقاق لذاته شو راح يصير؟ راح يقل عنده. طيب وين راح يدور هذا الثقة والاستحقاق؟ من وين؟ في شخصيات افتراضية وهمية بمواقع نعم. التواصل الاجتماعي. واحنا هنا يعني احنا قلنا سلاح ذو حدين، يعني احنا مشغولين بيه، اعطينا وصار عنده رفقة وصار عنده جروبات، هذا راح يصير كل وقته في مواقع التواصل مع ناس افتراضية. شوية شوية راح يحس على نفسه، فبالتالي قدراته العقلية والإدراكية راح تقل. ليش؟ نعم. لأن هو باستخدام المواقع نعم. التواصل راح يقل الكلام. نعم. احنا نعرف أنه من نتبادل احنا الكلام والآراء، هذا كله نعم. تنشيط صح. فكري، تنشيط للذاكرة، تنشيط للغة. صح ولا لا؟ نعم. للحاسة السمعية البصرية. هو لا، كل حواسه وفكره وين؟ منصب على هذا. نعم. الاشياء الافتراضيه والشخوص الافتراضيين. نعم. فيصيب حاله من الصمم والصمت الطويل. طيب من يدخل كبير السن، احنا نعرف انه كبير السن احنا نخاف عليه، يمتلك حساسيه شعوريه، وبالتالي اذا ما تدركنا حساسيه انفعاليه. ايضا هو عنده امراض مزمنه، امراض السكري، امراض نعم. الضغط، هذا كل احنا لازم ناخذه بالحسبان. نعم. فنخاف ان ندارك هالموضوع ونكون احنا دائما حول حمايه إلى حتى لا يدخل في الانكزايتي، القلق، او في الدبرشن، الاكتئاب. بعدين احنا صرنا بشغله نصير بشغلتين. نعم. يعني هم امراض
عضوية كالسكري والضغط وأمراض اضطرابات نفسية. جميلة. طبعا أنت ذكرتي بعض الأمراض، نحن في مقدمة التقرير تكلمنا عن أن في دراسات أثبتت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يجنب كبار السن من الخرف. فما صحة الموضوع هذا؟ هذه دراسة سوتها الجمعية الأمريكية، أنه الاستخدام الهادف والمنظم والمتقن وبساعات معينة لكبار السن، هذا نشط العمليات العقلية وخلي ويقظ ونشط اليقظة الذهنية لدى كبير السن بدون إفراط. يعني بدون إفراط. ليش؟ لأنه هو موقت في توقيت في تقنين الوقت. ليش؟ الجانب العاطفي عنده مشبع، الجانب النفسي عنده مشبع، قايمين أولاده، قايمين أحفاده بكل الأدوار. فهنا راح يكون انكباب عقلاني. حتى لأنه مدى يشوف العوض موجود هو، فهنا يكون جميل جدا. أنا طبعا أنا بصياغ حديثك اللي تكلمتي فيه بأن دخوله على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات وشخصيات جديدة افتراضية، ما مدى أهمية تعزيز وتدريب كبار السن على استخدام هذه المواقع بشكل آمن وما يعرضه للنصب والاحتيال؟ نعم صحيح، محور جميل جدا، أحسنت. الحقيقة كثير يجهلون من كبار السن الأعراض والأمراض لدى يعني الشخصيات الأخرى من المجتمع، لأن هم عايشين في زمن معين، فدائما هم ينظرون نظرة جميلة، نظرة أهلنا وأجدادنا والمجتمع اللي عشنا فيه، فيفتكرون أنه هذا المجتمع مثل ما هو، حتى وإن يسمعون هذا الشيء لكن ما يدركوا إلا لما يصير في تصادم أو تداخل. إحنا هنا كواجبنا كأبناء وهذول بركتنا وآبائنا، يجب أن نعلمهم ونرشدهم أنه في عصابات إلكترونية، في مواقع وهمية، فأنت لازم أنه تكون حريص، تعرف كيف أنه تستخدم منه هذا، أتحرى عنه حتى ما تكون أنه ابتزاز إلكتروني وبالتالي ابتزاز مالي في كثير صارت، وبالتالي سرقة الصور قد تكون صور عائلية وهذا أو أي نوع من أنواع السرقة. إذن هنا الوقاية والإرشاد عامل مهم جدا لمعالجة الأمراض قبل الوصول إلى المرض. بالفعل. وأيضا بما يخص المسابقات، أحيانا نشوف كبار السن مهتمين بالمسابقات اللي تصير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا تكون نصب واحتيال. لذلك لازم تحري جذور هذه المواقع. ومشاهدة نسبة المشاهدات، هل هناك مشاهدات؟ هل مشاهدات شخصيات معروفة؟ جهة اجتماعية، جهة هم لازم يتابعون يعني المنصات الرئيسية. هذا كله ما ينتبه عليه الوالد أو الجد. صحيح. فهنا دورنا إحنا ودور أحفاده في هذا الموضوع كبير. جميل. جميل. دكتور أنا جاني سؤال على طول. عندي تفضل سامر. أنا يمكن في سؤال عندي اللي هو موضوع أهمية دعم الأسرة والمجتمع للكبار السن بتعلم هذه المهارات لاستخدام التواصل الاجتماعي، مدى أهميتها؟ أهميتها أولاً شغل كبير السن بنشاطات، نشاطات اللي هي زيارات الأرحام، نشاطات دينية، نشاطات شعرية، نشاطات اجتماعية، نشاطات اقتصادية، كل أنواع النشاطات. هذا راح يوفر عليه الوقت الطويل من الصبر، أو الاقتراح عليه مشاريع مثلا، يعني مشاريع بسيطة أنه تكون حتى يقضي وقته بها، أو مثلا بعضهم أنا أعرف تأليف كتب، لجأ إلى تأليف الروايات والكتب. جميل. يعني قبل كم يوم أنا كنت جالسة مع شخصية معروفة، فقلت له بعد التقاعد شو سأقول؟ الحمد لله أنا ألفت 4 كتب ما شاء الله، وهداني كتاب من أروع ما يمكن. قال أنا يوم كنت بالوظيفة ما عندي هذا الوقت، لكن استجمعت فكري ومشاعري وكل تجاربي وكل ما شفت الشخص اللي تعرفت عليه ووظفتها، فكان نتاج ثقافي جميل. وسوف يعني قال لي بشرني أنه سوف هذا إصدار الرابع سوف ينزل في معرض الكتاب. فإحنا متى ما كنا معهم ووجهناهم التوجيه السليم وكنا السند والمدد لآبائنا، لأنه إحنا هم ما قصروا ويانا في أي شيء. أكيد. فيجب أن نكون السند والكتف والدعم لآبائنا لأن هم بركتنا. أكيد. بالفعل. دكتورة بما يخص العزلة لكبار السن بعد ما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أبغى أتكلم عن نقطة ما أدري إذا توافقيني الرأي فيها. أحياناً ربما كبار السن يصيرون ما ودهم يعني يقعدون وايد مع أفراد العائلة، لأن يصير عندهم تقريباً إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. شو رأيك في الموضوع؟ طيب هو كيف وصل للإدمان؟
نعم، وكل شيء إلى بداية وإلى نهاية، صح؟ نعم. ولا لا؟ كيف وصل هالمرحلة صارها؟ لأنه يترك لي وحدة ساعات طويلة. نعم. لأنه ما يتكلمون معه ساعات طويلة، لأنه الأبناء مشغولين في المدارس، الأحفاد الأبناء مشغولين في الدوامات، يصيرون ما بصير تعبان اليوم، فخلاص صاروا هم برا ويترك، فصارت عنده عادة تعود. وين راح يروح؟ يا أما على الموبايل يتكلم أو يرسل رسائل. نعم. فصارت عنده عادة، يعني نعم. هاي السلوكيات سلوك عن سلوك يوم عن يوم أصبح عادة عنده. نعم. وبالتالي أصبح سلوك، فإحنا لازم نغذي وقته، حتى لو كان هو من النوع اللي إنه جالس وحده، أروح أجلس معه، أروح أتكلم معه، أخلق له فد موقف، فد تجربة أشرك بيها. لازم هنا عنصر المشاركة والكلام والاستمرار، عنصر التجديد. نعم. المدح، في عندي صور، في عندي ذكريات أطلعها وأجلس معاه ومع أولادي، شوف كيف كنا إحنا صغار، وهذا كله يبهجه. ودائما أستخدم الكلمات التحفيزية، كيف ربانا والدنا وكيف قللنا وكيف، كل هذا أستشعرها وأستذكرها أمام الأولاد. كيد. حتى الرسخ قيمة هذا الجوهرة اللي هو بركة دارنا. فعل جوهرة والله العظيم، يعني هو بركة دارنا. اليوم هو موجود، تحس أنه كل أركان البيت يشع هدوء وسكينة وبركة. كيد. فإحنا ما نتركه. نعم. قبل ما يرحلون لازم بالفعل. احنا نأدي واجبهم. أكيد. لان يوم يرحمون لا تنفع قبلة على جبين الميت. صراحة بعد ما يفوت الفوت ما ينفع الندم، وكفيتي ووفيتي دكتورة. شكرا لك صراحة، نورتينا اليوم في الاستديو، شكرا على وجودك معنا. يعطيك العافية طبعا على هذه المعلومات الجميلة والقيمة، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق الدكتورة ياسمين الخالدي، استشاري نفسي وتربوي، على هالمعلومات الرائعة. الله يخليك، يعطيك العافية. بالفعل يا ثامر، كبار السن واهالينا يعتبرون بالفعل هم جوهرة البيت، الله يحفظهم ويحفظ الجميع. هم بركة البيت، ودائما ما نقول عسى الله ان شاء الله يحفظهم ويطول بأعمارهم بإذن الله، دائما معاهم وداعمين لهم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي ولا برا. لكن الحين نروح فاصل وراجعين. حياكم الله من جديد مشاهدينا، والحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة لحلقتنا لليوم، وهي الفقرة الفنية، ويا زميلنا عبد العزيز شو اللي مجهز لنا إياه اليوم يا عبد العزيز؟ مساء الخير سامر. مساء الخير عبد العزيز، مجهز لكم حاجات كتير، خلونا نروح للفقرة الفنية وارجع لكم تاني. تمام. يا مساء الإمارات على كل بيشوفونا، أهلا بكم وفقرة فنية جديدة. ونبتدي النهاردة مع أخبار السينما العالمية. نشر المخرج العالمي مارتن سكورسيزي الإعلان الترويجي الرسمي لفيلمه الجديد كيلرز أوف ذا فلاور مون، وظهر في الإعلان مجموعة من أبرز وأهم نجوم السينما العالمية، منهم ليوناردو دي كابريو وروبرت دانيرو. وبيعتمد الفيلم على الإثارة والتشويق، وبتدور أحداثه في عشرينات القرن التاسع عشر، وبيحكي عن إحدى القبائل اللي بتتوعد وبتهدد بسلسلة جرائم قتل بسبب حقوق ملكية النفط. وحصل الفيلم اللي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي على 9 دقائق تقريباً من التصفيق الحاد. والملفت بقى أن الفيلم ده مدته 156 دقيقة، وهي طبعا مده طويله جدا بالمقارنه باغلب الافلام الاجنبيه اللي بتتعرض دلوقتي، وده اللي علق عليه كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن السينما العالميه نروح للدراما العربيه، وخاصه المسلسلات اللي بتتصور دلوقتي وهتتعرض طبعا في الاوف سيزون. اول مسلسل هنتكلم عنه النهارده مسلسل 55 مشكله في الحب. المسلسل ده تاليف الكاتب الكبير مصطفى محمود، طبعا سيناريو حوار عمرو محمود ياسين، ومسلسل مكون من 40 حلقه، كل حكايه فيه 10 حلقات. والحكايه الاولى بعنوان الفريدو، بطوله النجمه الهام شاهين، احمد فهمي، ندى موسى، وامير شاهين، وفتوح احمد، ومجموعه كبيره من الفنانين. وسيتم عرض المسلسل 24 الشهر الجاري. الحقيقه ميزه المسلسلات دي بقى انك بتقدر تشوف قوالب دراميه مختلفه وحكايات شبه المجتمعات العربيه اللي بنعيش فيها، وكمان فكره العشر حلقات بقت فكره أقرب للناس وأسرع، وبتبقى أمتع من المسلسلات الطويلة. تاني مسلسل هنتكلم عنه النهاردة وبيتم تصويره طبعاً في الفترة الحالية للعرض في الأوف سيزون، هو مسلسل صوت وصورة، بطولة النجم حنان مطاوع، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج توبة. وبيشارك في المسلسل ده نجلاء بدر وصدقي صخر ومراد مكرم ووليد فواز ومحمد كلالي وناردين فرج وولاء الشريف ومجموعة كبيرة من الممثلين. حنان مطاوع نقدر نقول انها اصبح ليها مكانه كبيره جدا في الدراما المصريه والعربيه كمان، وبتعمل فعلا مسلسلات حلوه، واكيد كلنا مستنيين نشوف المسلسل ده.
وبعد النجاحات الكبيرة اللي حققها شريف سلامة في السنين اللي فاتت أكيد كان هيتقدم في بطولة، وأخرهم طبعا مسلسل كامل العدد مع النجمة دينا الشربيني. بيتم دلوقتي تصوير مسلسل بعنوان العودة بطولة شريف سلامة وطارق عماد ووليد فواز وصفاء الطوخي وحمزة العيلي ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن. والمسلسل الحقيقة شريف سلامة كمان ممثل متمكن جدا وهايل، وأمين جمال وأحمد حسن عملوا الفترة اللي فاتت أعمال كتير حلوة، بداية من سلسلة إلا أنا لحد مسلسل العودة، وناس كتير مستنية المسلسل خاصة وإنه بيرجع تاني للدراما السعودية بعد فترة توقف كبيرة. لكن بقى بعيدا عن الأوف سيزون، من بعد رمضان والناس كلها بتتكلم عن حاجة واحدة بس، الجزء التاني من جعفر العمدة. وبعد تصريحات الفنان محمد رمضان في حفل جوائز الموريكس دور إنه تم تأجيل جعفر العمدة لانشغاله بفيلم مع الكاتب محمد دياب، انتشر خبر إن المخرج محمد سامي هيتعاون مع النجم عمرو يوسف والنجمة روبي في دراما رمضان 2024. وعرفنا من مصادرنا الخاصة إن احتمال كبير محمد سامي يستعين بمجموعة من الممثلين اللي شاركوا معاه في جعفر العمدة، منهم طبعاً أحمد فهيم وعصام السقا ومي كساب، وإن شاء الله الأيام اللي جاية هنكشف لكم تفاصيل جديدة. ومن أخبار الدراما نروح للتلفزيون، أو نروح بمعنى أصح لأخبار السينما. أعلنت النجمة هيفاء وهبي توقيعها فيلم جديد، وكتبت هيفاء عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام إن اتعرض عليها فكرتين لفيلمين حلوين جدا من إخراج المخرج مرقص عادل وتأليف المطرب والمؤلف هيثم سعيد، فيلم رومانسي وفيلم أكشن. وسألت متابعيها تفتكر أنا اخترت أنهي فيلم؟ هيثم اللي قدم العديد من الأغاني الناجحة على مدار سنين له بعض المشاركات التمثيلية، آخرهم كان بطولة مسلسل شغل عالي اللي كان بتعرض على قناة الظفرة مع النجمة فيفي عبده، والفيلم مع هيفاء وهبي هيكون أول تجربة تأليف لي في مصر. خلونا نرحب بالفنان هيثم سعيد. مساء الفل يا هيثم. مساء الفل يا محمد، عامل إيه؟ عامل إيه يا حبيبي؟ الله يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يبارك. أولاً أنت يعني خلاص بقيت صاحب بيت بقى، دايما بتعرض مسلسلاتك بتعرض عندنا وكنت عندنا الفترة اللي فاتت. قول لنا هيثم، أولاً مبروك على الفيلم مع هيفاء وهبي. التعاون مع هيفاء عامل ازاي؟ والمخرج طبعا مرقص عادل، انت كنت بتشتغل معاه ممثل، دلوقتي بتشتغل معاه مؤلف. ده صحيح طبعا. انا اولا مبسوط طبعا كاني معاكم كالعاده، الظفره يعني من القنوات المحببه الى قلبي، وكنت ضيف معاكم طبعا زي ما انت قلت العيد اللي فات. اكيد. انا يعني طبعا دي اول تجربه في السينما المصريه، من حظي ان هي كانت مع نجمه زي هيفاء. هيفاء صديقه عزيزه ونجمه كبيره، وفي التواجد مع دكتور مرقص عادل كان جو العمل مريح وفي كرياتيفيتي، وبقالنا فعلا بنحضر، كنا لفكرتين لفيلمين منفصلين وشغالين عليهم تحضير. هي بتاخد فوت حاليا من الفانز بتوعها تبتدي بأني واحد، ولكن فعلا الفيلمين في مرحلة التحضير، بحيث ان هم مجرد ما واحد يخلص ممكن نباشر في البداية في تطوير الثاني إن شاء الله. طيب أنا عرفت كمان إن أنت عم بتصور أغنية في لبنان. أنا الحمد لله يعني صورتها النهاردة، لسه كنا بنتفرج على المونتاج، وهي أغنية فكاكينو، أغنية باللهجة المصرية. طيب. يمكن شكل الكلام هيبقى جديد عليا، الناس ما سمعتيش في حاجة قبل كده بالشكل ده. الأغنية من كلمات عليم ومن ألحان يوحنا فيكتور وتوزيع هشام البنا، وطبعا الإخراج كان للصديق العزيز المخرج اللبناني الأستاذ فادي حلاب. الحمد لله يعني عملنا تصوير شكله مبتكر خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وهو المفروض هيتجه لفرنسا عشان تبتدي عملية الكالورينج تكتيك إن شاء الله. صحيح. ويعني أتمنى إن كل المشاريع دي كلها تتحرك مع بعض في وقت واحد، يعني لفترة نشاط. يعني هو ينفع نعرف هيفا ميالة لإيه أكتر، ولا مين نجوم هيشاركوا هيفا، ولا لسه ما فيش اي اخبار عن الموضوع ده؟ هو حاليا طبعا يعني نظرا لضخامه الموضوع، الحمد لله يعني الحمد لله. احنا يعني في اتفاق جنتلمان اجريمنت مع الشركه ان كل شيء يبقى بستيتمنت صحفيه، بس زي ما انت عارف طبعا ان قناه الظفره وانت كصديق عزيز لينا عمر ما في خبر حصري هيطلع براك، بس في القريب ان شاء الله قريبا جدا هنعلن عن الكاست كامل. تمام. منتظرين اظن اكتمال جميع الادوار عشان ما نبقاش عملنا ستيتمنت باسامي الفنانين اللي مضوا ويجي ينضم ناس ثانيه، يبقى الموضوع مهم. اكيد اكيد طبعا. طب ما يعني احنا فاهم زي ما كتبت، هو في الفيلم الاكشن والفيلم الرومانس كوميدي،
وبالفعل الاثنين شغالين كاستنج في نفس الوقت بس طبعا. بننسق برضه مواعيد الاخواننا الفنانين بس يعني زي ما قلت لك هو ده الداتا اللي طلعت مبدئيا بس تمام. اكيد 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 قريب جدا هديك التفاصيل كلها. طب ايه رايك تغني لنا يا هيثم؟ حابب تسمع يا ابو حميد. لو هتعرف تسمعنا حاجه من الاغنيه الجديده تمام، مش هتعرف يبقى غني لنا اي حاجه. هي شاف نغني حته من الاغنيه الجديده، الاغنيه الجديده حته من النص كده بتقول ايه؟ المشية دي مشية خيل والعزبة بتعملي كان صحانا مع بالليل وصحينا الصبح كمان. المشية دي مشية خيل والعزبة بتعملي كان صحانا مع بالليل وصحينا الصبح كمان. اتفق الكل عليه راضي جميع الأزواج مصروف لقبول فعلي هنقول ايه بارسة. الله عليك يا هيثم والله. حبيبي يا هيثم حبيبي. هيثم هتمثل في رمضان اللي جاي؟ رمضان اللي جاي يعني حاليا بدرس ورقة اتعرض عليا في مسلسلين منفصلين تماما. تمام. يعني للأسف تمثل مواصفات الشكل واللوك مش هتنفع ان انا امثل الاثنين. هنا يبقى الشكل غير هنا تماما. تمام. فيعني انا حاليا في وسط طبعا تركيزي في تقفيل ورق الفيلم والمواضيع دي كلها، بحاول اقرا الورقين بسرعه عشان اقرر انهي واحد فيهم. بس انا اظن كالعاده ان انا ابقى اميل للي مع دكتور مرقص عادل، يعني طبعا انت عارف مرقص طيب بغض طبعا. النظر عن الصداقه الشخصيه والكلام ده، احنا حصل بينا نوع من التلاقي الفني. اكيد المخرج مرقص مخرج كبير طبعا. حاجات انا ما كنتش عارف ان انا قادر اعملها. أكيد. وفي نفس الوقت هو لقى عندي حاجات كان مثلا عنده مشكله، يعني هو قال لي ان دايما بيبقى لازم يكون السيناريست او الكاتب متفرج. أكيد. جيد. أكيد. فهو فكرة إن أنت يبقى عندك مخزون من الحاجات اللي اتفرجت عليها، فتبقى برضو عارف الناس أميل إيه الإيقاع سنة عن سنة، إيقاع الكتابة بيختلف. فأنا بحاول أتعاون معاه على الجزء ده، وعلى في المقابل هو بيحاول يتعاون معايا فنيا في الجزء التمثيلي، لأن أنا التمثيل بالنسبة لي شيء يعني مش الأساسي بتاعي، فدايما أبقى محتاج جايدنس، دايما محتاج حد في ظهري لغاية ما أنا قادر أخش بنفسي لوحدي مشروع يعني. فأظن إن أنا إن شاء الله محتمل احتمال كبير جدا إن رمضان اللي جاي يبقى فيه حاجة، لأن أنا اشتغلت رمضان اللي قبل اللي فات واعتذرت رمضان اللي فات. فأظن إتس تايم، خصوصا إن أنا الشغل اللي أنا كاتبه في 2023 24 كله اللي هو من كتابتي أنا مش ممثل فيه. أكيد. عن عمد إن أنا مش حابب أمثل حاجة أنا كاتبها. شرفتنا يا هيثم، وإحنا دايما بنبقى مبسوطين وإنت معانا. الله يخليك وميرسي ليك وميرسي، ودايما معاكم بالاخبار الحلوه والسعيده المباركه بتيجي من عندكم اول ما. ثانك يو سو ماتش حبيبي يا هيثم. شكرا لك. ميرسي. ومن مصر نروح للكويت، ومعانا النهارده ممثل شاب شارك في العديد من الاعمال الهامه مثل مسلسل غسيل ومسرحيه سينج وغيرها من الاعمال الناجحه. خلونا نرحب بالممثل منصور البلوشي. مساء الخير يا منصور. مساء النور يا حبيبي، وشكرا على كلامك الطيب، وانا اللي اتشرف اني اكون معاكم واسمع صوتكم ونستمتع بالمكالمه الحلوه هذه. منصور، مسلسل غسيل مسلسل مختلف بيناقش قضيه مهمه جدا، ويمكن نقدر نقول المسلسلات اللي مستوحاه من قصص حقيقيه الفتره اللي فاتت زي مسلسل سفاح الجيزه ومسلسلات كتير ومسلسل غسيل طبعا. كلمني عن دورك في المسلسل وازاي جالك الدور واصداء المسلسل بعد كمان ما تعرض على احدى المنصات العربيه. طبعا اول شيء لله الحمد، مسلسل غسيل يعني حقق نجاح كبير يثلج الصدر للامانه. أكيد. ردة فعل الجمهور كانت وايد حلوه، يعني انا ما سافرت وما هذا، لكن ردود افعال الوطن يعني الجمهور الوطن العربي تقريبا كله شفته بالميديا. صحيح. وبالكويت عندنا كان المسلسل تقريبا توب 1 لفتره طويله. طبعا عرض علي الدور بالصدفه والله، يعني كنت قاعد بنفس شركه الانتاج، ولا يشوفني المؤلف الكاتب الجميل الرائع فهد العلاوي، أكيد. واخوي وصديقي المخرج احمد عبد الواحد، ف
ففجأة كانوا يقولوا لي أنت في دور إيش رأيك تأخذه؟ قلت لهم خلاص خل أقرأ وكذي. فالمؤلف قاعد يشرح لي الدور والمخرج قاعدنا نتكلم مع بعض. فحسيت أن دور أنا ولا مرة سويته، أن أنا خصوصا أن أنا بالمسلسل أحب واحدة أكبر مني ب30 سنة ولا 20 سنة. طبعا. وحبيت أن أشارك مع النجوم أن عبد الله بوشيري وشجون وعبد الله عبد الرضا وزينب بهمن وخصوصا أي خصوصا النص تأليف الرائع فهد عليه وبعد غياب طويل رد وخراج المبدع طبعا احمد عبد الواحد. يعني شفت عناصر المسلسل كلها متكامله مثل ما يقولون المثلث متكامل. فانا اذا شاركت بهالعمل راح كنت حاس انه راح يسوي لي شيء حلو، خصوصا ان الدور بعد كان مميز مع ان الدور ما كان كبير لكن احداثه كانت حلوه اثر بالجمهور. المسلسل كله كمان احداثه يعني واقعيه قوي اكيد، والمسلسل كمان احداثه واقعيه جدا. هو انا ما اقدر اقول لك واقع ولا مو واقع عشان لا ننحبس على على قولته، لكن هي من خيال الكاتب احنا مثل ما نقول. اكيد. طيب المسرحيه بقى الحلوه اللي انا شفتها الاعلان الترويجي بتاعها سينج، في غنى وفي رقص وفي استعراضات، مسرحيه بصراحه بتضم مجموعه كمان من الشباب الموهوبين جدا، كلمني عنها. طبعا احنا حاليا قاعد نعرض يعني مسرحيه سينج بدوله الكويت، وقريب ان شاء الله رايحين اكتب يعني نسوي تور على قولتهم. انا لسه يعني يا اخي حرقت لي السؤال، لسه كنت اسالك هتيجوا دبي ولا مش هتيجوا؟ مو دبي، يم دبي. هنيجي هنجي لكم مسرحيه يعني كده كده ان شاء الله بالامارات، يعني راح تكون قريب راح نعلن عنها. مسرحيه سينج يعني هذه طبعا المجموعة اللي أنا قاعد أشتغل معها مجموعة شبابية بالكويت عاشقة للمسرح مثل ما يقولون. كان لنا شغف لأن الحين إحنا حتى مو موسم هذا، يعني مو موسم مسرحيات، لكن إحنا كلنا يينا على نفسنا حتى بسالفة الأجور. يعني كل من قال أنا لا حتى لو أخذ نص أجري، المهم إحنا نسوي المسرحية اللي إحنا بخاطرنا نسويها، وإن إحنا كلنا نشارك مع بعض. ولله الحمد بعد ما نزلنا الإعلان صار في ردة فعل جدا جميلة، وعروضنا ليومك مستمر الحمد لله كنا نعرض كل ويكند، وشفنا يعني حتى الجمهور ردة فعل جميلة لما احنا مثلا حتى الأغاني اللي احنا مسجلينها حق المسرحية الجمهور اللي حاضر حافظ كل أغاني المسرحية اللي احنا منزلينهم مثلا باليوتيوب. فالجمهور من الشغف والحب ومستمتعين حافظين كل أغاني المسرحية. صحيح. كأن احنا صايرين سونسير كأن بحفلة حفلة غنائية ما شاء الله. فاحنا قاعدين على الستيج والجمهور حافظ ومستمتع، ف يعني الحمد لله مثل ما يقولون المجموعه اللي احنا فيها لان لما اشتغلنا ولما تجمعنا اشتغلنا قلنا احنا لازم ننجح، لازم نكون لنا جروب جديد، لازم احنا نسوي ننجح كلنا، يعني ما نفكر بالماده ما نفكر بادوارنا، لا نفكر احنا شلون ننجح، والحمد لله شفنا النجاح عند الجمهور. طيب اخر حاجه اسالك عليها، طبعا ايه تحضيراتك للفتره اللي جايه؟ هل هنشوفك في مسلسلات في رمضان اللي جاي او الاوف سيزون اللي احنا فيه دلوقتي؟ والله انا الحين قاعد نعرض لي مسلسل حبين الفطور، والحمد لله هم يعني حقق نجاح كبير وصاير الحين تقريبا 4-5 اسابيع بالتوب. تمام. والحين هم حاليا قاعد اصور مسلسل لرمضان ان شاء الله، مسلسل ياسين عبد الملك مع المخرج مبروك الجميل مناف عبدال والمؤلف المبدع محمد النشمي، وطبعا العمل من بطولة الأستاذ الكبير الهرم من هرمات الفن الكويتي والخليجي سعد الفري. أكيد طبعا. والفنان الكبير عبد الرحمن العقل و... وفتاة سلطان وليالي دهراب وأحمد النجار وحسين المهدي وزينب بهمن. فنين كبار طبعا وما بينسى أحد، بس مجموعة كبيرة يعني الكاست وروان العلي، مجموعة كبيرة بالمسلسل، يعني مثل ما يقولون في أكثر من جيل، 3 أجيال أو 4 أجيال بنفس المسلسل. أكيد. فإن شاء الله في رمضان هذا المسلسل إحساسي يقول إنه راح يسوي نجاح كبير بإذن الله. شرفتنا يا منصور، ومستنينك في الإمارات وحنجيلك عرض المسرحية.
بإذن الله. والله يشرفني وأنا يعني مستمتع في هذا اللقاء معنا بالتلفون، لكن يعني لي شيء كبير أن أنا مثلا من دولة الإمارات مثل ما يقولون إخواني وأهلي وحبايبي أن يقدروني هذا التقدير أن يخلوني أشارك حتى لو بمكالمة. أكيد. فأنا لي شرف للأمانة وأنا اللي مستمتع، وإن شاء الله يا رب عاد ما تشرفنا. تشرفنا وتنورنا يا منصور. حبيبي يا استاذ. خلصت فقرتنا الفنيه ونرجع تاني لسامر وندى. يعطيك العافيه عبد العزيز على هذه الفقره. انت شو متحمسه في الفقره الفنيه؟ انا في الفقره الفنيه ابا رمضان الجاي ان شاء الله. انا محمد سامي يعني جعفر العمده. في جعفر العمده؟ فيش جعفر العمده. ممكن في ولا ما في؟ هو ما فيش خلاص يعني. نعم. بس انا متحمس اشوفه مع عمرو يوسف. جميل جدا. حلو. جميل جدا. انا متحمس لفيلم ليوناردو دي كابريو، وان شاء الله عاد يكون فيلم جميل. انا شفت التريلر، اتوقع انه بيكون فيلم قوي جدا باذن الله. ان شاء الله. جميل. طبعا شكرا لك عبد العزيز، دائما تنورنا في الاستديو، وان شاء الله نشوفك الاسبوع القادم في نفس اليوم باذن الله. طبعا الحين وصلنا لختام فقراتنا من حلقه اليوم من مساء الامارات. طبعا اكيد نشوفكم غدا بنفس الموعد على شاشه قناه الظفره. صباحا على خير. تصبحون على خير.